لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم بعالم الصباح، رح نتابع فقراتنا مع أرض ورد. صباح الخير كندا. صباح الخير. واكيد مثل كل نهار تنين بنقول للمشاهدين اللي حابب يتصل فينا نحن موجودين لحتى تقدر تعطيهم الاجوبه فورا. هذا يلي بده يتصل هلا، صح، يلي اتصل بخلال هالاسبوع وبعت وعذب قلبه رح نعطيه اجابات، صحيح؟ صحيح، ان شاء الله نحق انه نجاوب على الكل. رح بلش على السريع بسؤال من القدس، بتقول عندي ام 7 سنين، هلا رح نشوف شو هي، لانه مع الأسئلة عم بكتشف أسامي ما بعرفها، بركي هي محلية أو كل منطقة بتسميها شيء، ومش هيك نحن كلنا دائما بنقول نتفق على الاسم اللاتيني اللي هو أكثر شيء معروف، ولكن حلو إنه نعرف كمان الأسامي. هلا بنشوف صورتها، نقلتها من بولا بو تاني أكبر بشهر من شهر نيسان، ولليوم ما زهرت ولا طلعت ولا زهرة ولا ورقة. لطيف. هلا عادة بس تقول شغلي انه بس ننقل نبتة من بولا بو تاني هذا الشيء بحفزها انها تكبر. رح نشوف شو هي النبتة يلي بعتتها صاحبة السؤال، وعادة بس نكبر البو بتكون مثل ما قلت لانه بتعطيها مجال انها تكبر الشروش تبعولها، بس انتبهوا لان دائما بنقول ما بيسوى انه نكبر البو لبو تاني كثير اكبر، مثل كانه لبستيها تياب كبيره عليها، وبتصير بتصير مشغوله انها تعمل شروش كثير، مشان هيك ما بتقعد تعمل ورق كثير مثل ما لازم، وما بتقعد تزهر مثل ما لازم. الا بحال وحده اذا نقلناها غلط، عملنا شيء بهي المرحلة تبع النقل وكنا قضينا عليها 100%. يعني إذا كان نقلنا بوقت مثلا مشوي بكتير، نحن عادة بنتجنب إنه ننقل النبتة بأشهر الصيف الشوب كتير، يلي يعني هي شهر آب وشهر تموز كمان، وإذا كان برد كتير بنتجنب كمان، بس أقل خطر لأنه أصلا النبتة بتكون منا عم تنمى، يعني ما بتكون اصلا عم تعمل شيء، وهون الخطر بيكون من التجبيل التراب. يعني اذا كان نحن نقلناها وحطيناها بتراب كثير مكدس على بعضه، ممكن انه يصير في عندي اختناق اذا كان ما عرفنا نشتغل التراب منيح، او اذا ما عرفنا ننقلها مثل ما لازم. وبالمناطق اللي هي كثير بارده طبعا اذا نقلناها على ارض وكان ساقعه مثل ما عم تقولي غاده، ساعتها بيصير منه كثير مواتي لها. عدا عن هيك بس اهم شيء انه وقت ننقل نبته ننقل شروشها كلها معا، نجرب قد ما فينا انه يكون كل القالب يلي تحت موجود، ومثل ما قلت اذا كان كبرنا كثير زياده بيكون ما منه يعني ما بتكون مشغوله انها تعمل الاوراق والازهار. بعد ما شفنا الصوره تنتعرف شو هي ام 7 سنين، لا اول سؤال ما هذه هي يلي شايفينها هلا، وهي مثل ما شايفين نوع من العرباشه، هي الحقيقه نوع من ياسمينة كمان يلي نحن بنسميها الستيفانوتس او الياسمين مدغاسكار، هذا هو اسمها، وبتكون جبناها من فتره صغيره على الاستوديو كمان، وهي بيكون ورقتها سميكه وبتكون بتعطي الزهور البيضاء. هلا البو منه كثير كبير مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، معناتها يلي ناقصها هو بعض المغذيات، وفي ايام كثير اذا بنقص شوي من النبته خاصه من الراس هيدا الشيء بحفزها انه تعطي نمو، بتكون شوي مكسلنه لانه نقلناها ومغير عليها، بيرجع بيمشي حال، بنقص شوي من الطرف وبنعطيها مغذيات للنباتات يلي بتزهر. طيب عنا اتصال، زينب. يلا زينب صباح الخير. عم شجرة الرمان انه مش عم تحمل كثير. الو شو عم بيصير؟ زينب؟ نعم تفضلي، كيفك؟ بدي اسال ست كيندا عن شجره الرمان، ما بتحمل كثير. اوكي. صار عمرها شي 8 سنين او 10 سنين، بتحمل اكثر شي 10 حبات اذا بتريدي. 10 حبات؟ قديش صارت يعني تقريبا؟ 10 حبات وقل. اوكي، هي شجره وحيده بال بجنينه واحده. بالجنينه؟ نعم. اوكي، هلا هيدا سبب كثير اساسي زينب، وقتها ما بيكون في عندي كثير اشجار مثمرة خاصة. مش عم بسمع اذا بتريد اول صوت. ايه زينب اسمعينا من التليفون بليز.
كنت عم بقول لك انه سبب انه تكون شجره وحيده بتحمل فواكه، هذا سبب انه ما تخليها تزهر كثير، لانه التلقيح ما بيصير مثل ما وقتها بيكون في عندي اكثر من شجره حد بعضهم، واحد من الاسباب. سبب ثاني ممكن يكون من التراب، يعني نوعيه التراب يلي هي مزروعه فيه، او من التشحيل حتى، ما بعرف اذا انت عم تشحليها للرمانه. اوكي، ما هي هلا الارجح الارجح انه يكون من التربه يلي بتقدر تكون مفتقره للمغذيات، ولكن كمان وقتها بتكون شجره لحالها كثير بيكون كميه الحمل بالفواكه ما بتحمل كثير اصلا. يعني ممكن هل في انواع بتحمل شوي، انواع بتحمل كثير؟ اكيد في فرايتيز بتحمل اكثر من غيرها، بس وقتها بتكون لها سنين وهي شجره لوحدها، هذا هو سبب يلي برجحه. معناتها انه اذا نجيب لها اخت حدا تتسلى وبتصير بتحمل بشكل افضل. كمان تاني سؤال كمان من فلسطين غاده، وهو بدي اسال ليش عم بتصير وراء الجاردينيا سوداء مع انه بسقيها مره بالاسبوع؟ كمان رح نشوف الصوره يلي بعتتها اميره من فلسطين، والوراق عم تسود لانه كمان بيكون في عده اسباب، ما بعرف اذا كان عم نعطيها مغذيات زيادة عن ما لازم، هذا سبب بخليها أنه تسود. سبب تاني ممكن أنه يكون كمان إذا في عندي نوع من الفطريات يلي بيجي على الجاردينيا، وعادة إذا كان كل الأوراق أو خاصة الجديد هن يلي بيكونوا مسودين بيكون هذا واحد من الأسباب. فبدنا ننتبه إذا كان عم نعطيها مغذيات وخاصة حديد، لأنه بعرف أنه الجاردينيا بالتحديد كثير منغنجها بانه بنعطيها حديد كثير زياده، وعاده ماده الحديد اذا زادت بقلب التربه بتكون عم بتضر اكثر ما انه عم بتفيد، بصير في عندي نوع من الحروق على الوراق تبعولها. عنا اتصال، يلا. الو منى. الو منى. الو منى. اي نعم، صباح الخير، تفضلي. بونجور. بونجور حبيبتي، بدي اسالك لو سمحتي عن زهره الاوركيد. ايه تفضلي. ما عم بتعيش عندي وما عارفه شو المشكله يعني. اوكي، شو عم بيصير؟ شي بيقول لي انه هي بحاجه لمي كثير، شي بحاجه لمي قليل، لدفى، لبرد، فما بعرف. مين صدقتي انت؟ مي كثير او قليل؟ بحس انا انه هي ما بحاجه لمي كثير، لانه الشرشه هي بحط انا بابو كثير شفاف، فبحس الشرش تاعها انه بس تحطي لها مي كانه بيهري. مزبوط 100%. ايه، وبحسها كانه بتحب الدفى، ما بتحب كثير البرد وهيك، بس مش كثير الدفى. ايه انتبهي منى، كل اللي عم بعمله. أوكي. والا بيكون الورقه خضره كثير كثير بعدها، وبلاقيها بتتساقط بتنزل لحالها هي وخضرة. هي وبعدها خضرة عم تصفر؟ هي وبعدها خضرة، يعني تنزل، ما انه عم تصفر، هي وبعدها خضرة، بلاقيها نازلة على الطاولة هيك لحالها، وكتير كتير بنقهر عليها، بحبها كتير وحابة انه تعمل الوردة تعيدها، بس ما عم تعمل. اوكي، وقتها بتنزل الورقة منى عم بتكون طرفها معفن ولا لا؟ عم بيكون طرفها كأنه طرف، عامل مثل العفن الصغير. أوكي. هيك تعبان يعني. اوكي منى، اسمعيني كثير منيح، لأن نحن هيدي الشغلة دائما بنعيدها، ودائما في سؤال عن الأوركيدي بنهار التنين. الأوركيدي بدنا نسقيها مرة واحدة بالأسبوع، مرة مش أكثر من هيك، وأنت قلتي البو ترانسبيرون تبعها مزبوط؟ فإذا البو بنسقي قد ما بدك تسقي، مهم إنه المية اللي عم نسقي خليها تصفي من تحت. ايه. اوكي، ما تخليها ايه. قاعده بقلب الكاشبو تبعها لحتى ما يصير في عندي اختناق. هيدي الورقه عم بتهر لانه عم بتعفن، معناتها في مي عم بتضل مرقده بكعبه للنبته. سوري، بس ما بده يكون البول مسكر؟ لا ابدا، ما بده يكون مسكر. ما بده يكون مسكر، لا، يعني البول ترانسبيران يلي هي بتجي فيها هيدا مفتوح من تحت. بتسقي خليها تنزل المي، تكرج المي كلها، تصفي كل المي اللي هي زايده، بشكل انه بقلبها بصير في عندي رطوبه، ما بصير في عندي مي. ايه اوكي. والشروش قالوا لي ناس انه ما بيحطوا لها، يعني من المشتى اللي اشتريتها قالوا لي ما بيحطوا لها تراب عادي. لا ما بيحطوا لها تراب عادي، هي جاي مثل التراب او شيء هيك، هي جاي بقلب شيء تراب مثل القشر. ايه. قشر الشجر، الصنوبر. ايه. ايه ما بيحطوا لها تراب
هذا هو التراب يلي لازم انه تضل فيه، وطريقه السقايه هي انه نسقي قد ما بدنا بس خليها تصفي، اهم شيء انه ما نحطها بقلب الكشبو هي وبعد فيها مي، هذا الشيء بخليها تعفن. ولازم يطهرها مثل ما قلتي، يعني عم تلاحظي ملاحظات مضبوطه، الشرش بعفن اذا كان ضل بقلب المي. وبالنسبه للضوء والشمس طيب، السؤال يلي بعده اذا كمان بدنا نشوف ال الو نورة؟ ألو ألو نورة؟ إيه صباح الخير. صباح النور نورة، تفضلي. عندي ثلاث شتلات أوركيدي. ألو؟ ثلاث شتلات أوركيدي؟ إيه. أوكي، أنا عم بسمع لنورة، أنت ما عم تسمعيها؟ لا أنا ما عم بسمع. عندنا مشكلة صار بالصوت لأنه أنا اللي عم بسمعها لنورة وكندا اللي ما عم تسمع. فإذا رح أنقل أنا السؤال، تفضلي نورة. عندي ثلاث شكلات اوركيدي. نعم. عم بيزهروا من سنة الماضي. إسا عاملين زهر بس تكبر شوي الزهرة عم تصفر وتهر. بدي أعرف ليه. هي الزهرة عم تصفر وتهر؟ إيه قبل ما تفتح. أوكي، بتحسيها هيك نشفت؟ نعم. تحسيها نشفت ما هيك؟ إيه بتنشف بتصفر وبتهر من الغصو. نورة عادة بيجي على الأوركيدي نوع من الأمراض من الحشرات يلي بنسميها النمش أو الكوشني، يلي هي بتبقى موجودة. تطلعي مظبوط محل ما الزهرة معلقة على الغصن، بتشوفي في نقط موجودة، أوكي؟ أو بتقدر تكون على الورقة، على الورقة بين الورقة والغصن كمان بيكون في هيك مثل نقط لونهم على بيض مثل قطن كأنهم بس صغار. لا ما فيها شيء نظيف، فيها شيء ابدا. معلش انتبهي بيناتهم لانه وقتها بيصير في عندي هيدا الشيء اللي عم تقولي عنه اكيد في عندي هالنمشه الصغيره يلي موجوده كثير صغار، وهول اذا بدك انه تعالجيهم مضبوط وبسرعه هو انه نشيلهم بكلينكس، فينا نحط على الكلينكس شويه سبيرتو ونمسح الاوركيدي تبعتنا لحتى ليروحوا. عادة هيدا الشيء اللي بيصير، مزبوط بتقولي نضيفة ما فيها شيء، بس طلعي مزبوط بين الورقة محلات يلي بتبقى هيك مسكرة في تنيات صغيرة بين الورقة والتيج أو بين الزهرة والتيج كمان بيبقى موجود هالنقط الصغيرة يلي مثل القطن، لازم إنه تنشال لحتى يرجع يمشي حال. شكرا على اتصالك. اوكي لح كمان عندك على السريع، الزهره يلي بتطلع كثير بغزاره وبتفتح وقتها تطلع الشمس عليها وبترجع بتسكر وقتها تروح الشمس. بسؤال بس بدي اعرف شو اسم هالورده هالزهره يلي اذا شفنا صورتها كمان هي لونها على اورانج. لا مش هيدي، هيدي هي وهيدي هي زهرة الجازانيا. هلا هيدي نحن بنستعملها ككوفروسول، يعني جراوند كوفر. بنشوفها كثير بالطرقات وهيك صح؟ مضبوط، بنشوفها كثير بأكثرية الحدائق. هيدي عادة هي ملكة الشمس، يعني كثير حلوة وقتها تكون مزروعة بمحلات يلي هي معرضة للشمس كل الوقت، ومضبوط بس تفتح بس يطلع الشمس بتفتح كلها سوا وبترجع بتسكر، وهيدي وحدة بتعطي كميات من يعني المميزات تبعولها. مرسي لك، نحن رح نرجع نلتقى فيك بعد شوي، بعد عنا مجموعة أسئلة، إنما رح ناخد بريك صغير، خليكم معنا.